وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كرم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. استغفر الله العظيم كل الذنوب والخطايا ونتوب اليه. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على فعلنا وعزمنا على اننا لا نعود الى المعاصي ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجميع المستمعين والمشاهدين يا رب العالمين. ربنا يصلح لكم بالك يا رب العالمين، وبارك الله في المستمعين اجمعين يا رب العالمين والناشرين يا رب العالمين كل مكان وكل زمان. اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. هيا نبدا سوره البقره ان شاء الله. عزوم نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الايه 38 الى الايه 43. اللهم صل وسلم نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا الايه دي 38 الى الايه 43. هناخد الايه بقى اللي بعدها 44 ل 48. تسميع اليوم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بارك الله فيكم يا رب العالمين وصلح لكم بالكم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رحيم. ارحمنا وعافنا وعف عنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. إن شاء الله نصح الآيات بقى من 49 53 إن شاء الله. عزم اشتغل. بارك الله فيكم يا رب العالمين وصلح لكم وبالكم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رحيم ارحمنا. بارك الله فيكم يا حبايبي وصلح لكم وبالكم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. فإن شاء الله هدير الكاميرا عشان نقرأ إن شاء الله. عزم اشتغل. عزم اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الكاميرا عندكم واضحة كده ولا غامقة؟ اللهم صل. شوف الكاميرا كلام واضح كده ولا غام؟ اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل. شوف كلام كده. شايفين كده الكاميرا مصحف؟ كاميرا مطفية. نطفي الكاميرا. واضح هي اللي كده. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كده ما حاجة رأيكم كده بتبقى ظلم كده شايفين الشبكة كمان شايفين خلاص كده ولا ايه عشان اعيد؟ اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. ايه رأيكم حبيبتي الأستاذة انتصار شايفة كده؟ بارك الله فيك تشغل أحكام التجويد إن شاء الله قريبا إن شاء الله بالصبر جميع. بسم الله كده شايفين عشان أقرأ إن شاء الله هشرح تجويد قريبا إن شاء الله وتلاقوا فيديوهات هشرح على اللايف بإذن الله. الله الباس ربنا يعيننا وتقبل منه وجعله عمل خالص لوجهه الكريم يا رب العالمين. اللي رأيته ولا سم الكاميرا مالها ضباب من اللي عمل عم ألعب فيه عشان انا اجيب الدرجات كلها لحد ما تقولوا بقى الله. هنا وايد النور اهو بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك. مالها ضباب شايفين كده محبوسه ولا اصحابها نقطة شوية ماي أنا مسحها أصل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم مسحها مبروقة أنا كنت أشطفها أعمل لها دش خلاص كده شايفين. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي. هنعمل كده شايفين مسحين كاميرا خلاص اخي كده انا كده انا شايفه عندك كده شايفين اوكي اندرستاند اي حاضر عايز اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. خلاص كم مرة ولا كده حلوين. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. كده الشاشه غامقه كده واضحه بس غالب انها مش فاهمه بتقولوا ايه احكموا الادغام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي حين لحي ربنا يبارك فيك. قلت لك منور يا ماما لك منورة بنتك حبيبتي يا رب العالمين. الصورة غامقة صح يعني كنت موضحة قوي على ما قلبت لقيتها مش باين الكلام. تعال لك كيف تنطق الغنة بتنطق ازاي غنتيه النون اللهم صل وسلم وبارك غنة نونا ثم ميما مشددة كده الله كده القمر جميلة ولا بتقول كده جميل الله يبارك لك اللهم انك عفو كريم خليني غامقه كده انا بحب ابقى بيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يلا عشان خاطركم بس يلا عاوز نشتغل مثال نطبق ايه بتاع ان شاء الله الصبوره اشرح لكم على الصبوره لكن انت انطق لكم كده على شفه وعد كده الصبر حي. الصبر جميل اصبرني تلاقوا مفاجآت جميلة ان شاء الله بإذن الله لازم نصبر الصبر ما فيش احسن من الصبر هتلاقوا فيديوهات هتصوركم وكل صوت وصورة يعني ما تخافوش يعني وهشرح لكم على اللايف ان شاء الله كريم ربنا يكبر خاطرنا اجمعنا يا رب العالمين احنا بنتعلم من بعض ما بزعلش يعني انا الحمد لله اللي ربنا البركه في ماما يعني هي اللي خلتني انطق في القران انا كنت على طول اقرا بصوت هادي يعني بس ما عدا التعليم بقرا بصوت عالي ولان ما كنتش بسيب المصحف طول ما انا في مصر يعني اقعد اراجع ليل ونهار واذاكر وابحث عشان زي كما ماما جاز تسلم عليك انا قلت لها نملك شويه دخلت ما نمتش برضه اعمل لها ربنا يعينها قوي يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله عاوزين نتكلم شفا وكلم بس افضل كتابة عشان تشوف المثال النطق بتكلم ازاي او كده وعشان بس تبقى على ما بيوصل لكم تبقى حاجة تانية الله اعلم ما تنامش لا صح يا امي هي محضرة الصورة بتاعتها في الصيلة عليها الواجب عاوزة تخلص تمام
دي الوش كمان في الكم. اللهم صل يا ستي الكل يا فضيلة الشيخ، يعني صورتها تشرب ينسون ترتاح شوية، الياسون بيهدئ الذهن من كتر التفكير المذاكر. مش مصدقة اني خلصت المصحف، خلصت القرآن، تقول فرحانة. بعمل لك احتفال كمان مرة بس الصورة تبقى بيضة، الصورة لقيتها سمرة. ربنا يصلح حالكم وبالكم. نقرأ صورة العلق، عزوم مشتاقين، عزوم مشتاقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه وازجد واقترب، صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان انا احنا متوضين، بس ما مش هينفع اقوم اسيب البس وازق. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول. يبقى المتوضي يسجد، مش متوضي تقول سبحان الله والحمد لله، ولا حتى متوضي ومجلس علم تقول لك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نسفعا بالناصيه، لنسفعا بالناصيه، الكلاب اللي بالميم. اللهم صل وسلم وبارك، ما انا مش عارفه بقى ما بيصليكوا بيبقى حاجه تانية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. لكمان ولا بتقولها؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اقراها لكم تاني ولا خلاص نقرا الصوره اللي بعدها تي؟ عاوز من الشتوجيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. ويا بي علمني التجويد ما شاء الله، ربنا يصلح حالك وبال ان شاء الله. احنا نتعلم منكم بقى. اللهم انك عفو كريم تحب انت حافظ القران كله. الحمد لله ان شاء الله مستمرين ان شاء الله من البكره وجزء عام، يعني حفظ، يعني العنوان ان شاء الله كل يوم حفظ وتسميع. اللي بنصحه اليوم انه يسمعه اليوم التالي اللي بقى يعني غدا. حبيبي ربنا يبارك فيك. يعني بقرا كده كده بنظر في المصحف ست الكل وفضيله الشقه، تنظروا في المصحف كده كده تاخدي ثواب اكتر كمان. ربنا يبارك فيهم، ربنا يصلح حالها وبال. اعملي كنسون يا ماما ست الكل، اعملي كنسون. يعني مش عاوز بتريح، كل ما اقول اعمل لك حاجه تقول لا لا، هي كده بتريح ما تريحش، بتتعب بالله. ده ما عاوزاها تاكل وتشرب تبقى عسل، تبان عسل عسوله كده. يعني حافظة كل حافظة كلها. عاوز تسألني يعني جاوبك تمتحني ولا تمتحنين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. اللي هو يعني مثلا شكلة كده بتعد، يعني الحمد لله شوية شوية هتتعدي، لأني ما كنتش بمسك المصحف، قعدت سنتين يعني أقرأ يعني بسري. لكن كنت في مصر الدراسة زي ما قلت لكم لازم بحضر قرآن وحضر تجويد وحضر سيرة وحضر فقه، كنت بدي المواد كلها. لا مش امتحان ولا ماشي يا أستاذنا ولا أستاذتنا الفاضلة. لما قلت لحضرتك الحمد لله والقراءات يعني الشاطبية والدرة والناس الطيبين الحلوين وبارك فيكم يا حبايب. بس احنا بنتعلم من بعض، يعني ما تلاقوني هو التشكيلة مثلا على ما توصل لك الله أعلم، يعني مش عارفة. يعني الحمد لله بقرأ لساني وأسناني وبقرأ، بس ما أعرفش ما بتوصل لكم بتبقى حاجة تانية ولا إيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لنسفعا بالناصية،
يعني ما شفتنيش انا بقولها يعني، ولا ما خدتش بال؟ هقراها لك تاني ولا خلاص؟ عايزونش هنقرا سورة التين والزيتون. عايزونش تورجين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس انا ملاحظ فعلا ان احكام التجويد ضعيفة عندي. مش مشكلة هنتعلم، احنا هنزعلانين ضعيفة لسه بتعلم. ما قلت ما تقولش ضعيفة، لسه ببدأ تعليم. لسه يعني الواحد ما يقول انا مش عارف، ربنا يعرف، بيبدأ تعليم. يعني مش مشكلة مخارج الحروف، الادغام، الاقلاب، الازهار، زي ما تقول قول. انا فتحها بس عامي يعني، عاد كل واحد ورأيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اقرا لكم تاني. اقرا باسم ربك الذي خلق. اشرح لكم التجويد يعني شفوي، يعني اشرح لكم فيها اخفاء شفوي، فيها كل حاجه يعني. ثبتك على تعمل القران يا رب. اللهم امين ونحن واياكم. اظن مش تعجب. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة يا أستاذ، أنا نسيت التجويد ورجعت أتعلم. اسمعني مش لا ما نسيتوش أهو، الكتب هو منزل لي الأستاذ ما شاء الله، ما مش مخليني محتاجة حاجة. هسمع الكتب عندي يعني، نزلها لي من على الموقع وعملها لي طبعها لي، يعني مش مخليني محتاجة حاجة أصلا. يعني اللي محتاج حكم ولا حاجة بنظر للكتاب، كتب معايا يعني، بدل ما اجيبها من مصر معايا، لا هو نزلها لي وموقع الازهر وطبعها لي. يعني الحمد لله، يعني كل حاجه موجوده وميسره باذن الله، وكل حاجه عاملها لي ربنا يبارك فيه، مش مخليني محتاجه حاجه. وست الكل فضيله الشيخه ماما عزول. لا انا مش ناسي، هو بس يعني كل ما تقراي تزيد اصلا. هو الواحد لما تبعد عن المصحف يوم يبعد عنك اسبوع، لكن كل ما تقرأ بتجددي يعني، القرآن مجدد. عايزين مش ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم تنته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم. هتنضم يا استاذ حبيبتي ولا حبيب عيننا ليه؟ ان شاء الله الفيديوهات قريبا ان شاء الله تلاقوها على القناه باذن الله. فيديوهات قصيره والفيديو اللي هتبقى على البسمه باذن الله. بس بالصبر اهم حاجه. كانت ماما ست الكل حبيبتنا فضيله الشيخ ختمت القران دي يعني مش متوقعه، او يعني سبحان الله والقادر على كل شيء، ولا بينطق به سبحانه وتعالى. بارك الله في اصحاب الورد الجميل. نقرا بسوره والتين والزيتون. الله الله على الورد الجميل. نضحكك ماما صح صح ماما. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله على الورد الجميل. قلت لحبيبتي يا استاذتنا الفاضله، كلكم حبايبي واستاذنا، وانا بتعلم منكم. احنا فاتحينه عشان بنتعلم من بعض ونحب بعض. الله الله على الورد الجميل. شايفه الورده ماما؟ ست الكل حبيبتي. يا رب. صحصحي كده ماما، انت مالي؟ عندك سخونيه ولا ايه؟ سخونيه؟ اجيب لك حبايه ماما اخلص الفيديو ده. حاسه بسخونيه؟ ولا ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول. عندك سخونيه؟ ماشي. هجيب لك حبايه.
ربنا يحفظهم كل سنة يا رب. إن شاء الله نقرأ سورة التين، وكل يوم سورة وثلاث خمس آيات من البقرة، وكل يوم سورة حسب ما تبقى السورة طويلة هنقسمها، تولت أوهن تنقسم على قد يعني مقدار الحلقة عشان ما نطولش. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي، يوم تعبنا ربنا يكرمه بالعمر يا رب. اللهم آمين يا رب، اصلح له بل بيدعو لك يقول لك يا رب يكرمك بالعمر وزيارة المدينة يا رب، ونكون سوا كلنا يا رب. أشوف دعوات، اللهم آمين، جمعنا يا رب يا رب، هذه اللي نفسي عاوزاها يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين جميع، إن شاء الله ربنا يا رب اصلح الحلوة للجمع يا رب العالمين. يعني حبيبتي عاوزة تخش ولا يخش؟ ايه تفضلوا بس رنوا وانا افتح لكم، انا اقرا سورة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. التين والزيتون، عاوزة نشتغل كده، شايفين كده الشاشة احنا جميلة ولا ملا؟ ولا النور ساطع او حلو اللي هعرف ايه فصيلة بس ما خلى فصيلة ما تقلنا بس هي انت جايبة عليها ماما، عزو مش طازة سيبيها، ما هي انت جايبها، عزو مش طازة. اقرأ سورة التين، حاضر هقرأها وخلت اقرأ حتى سورة التين ماما يا فضيلة الشيخ. سورة التين والزيتون في جزء عام، هي على ما اجيبها هقرأ وخلت اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في مد في منفصل ومد متصل، يعني ممكن أمد حركتين من أربعة ممكن فيه يعني حسب المد، بس حسب النفس عشان ممكن امد اربعه، ممكن ما اقدرش اكمل الاربعه خلاص، ممكن امد الاثنين اسهل حاجه للترتيل او يعني عشان تصح تصححها خليها ما انا فاهم تصح هتكرها حالا دلوقتي، هي جايبه عليها اقلب لها الشاشه وتكر. عاوز مش بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم يا رب، انك انت احكم الحاكمين وعدل العدل واكرم الاكرم. اقرا مره وهذا دور لها الشاشه تقرا عشان تصح صح. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صدقت إليه فيما قلت وأبدعت فيما صورت، وقلت وقولك الحق
سبحانه وتعالى صدق الله العظيم. تفضلي يا ست كلها اقراي سوره التين. بالله الشاشه ولا كده شايفين؟ اقراي والتين والزيتون. اقراي والتين والزيتون. استنى اضل الشاشه ولا كده شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك. تبارك ربنا يبارك فيك. اللهم صل وسلم. انت للمصحف صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا سلام. يلا دايما بلغ رسولنا الكريم يا رب. ربنا يصلح لك وبال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يا سمحت صفيه عشان تصحصح انا جابت. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين وفي الملء الاعلى الى يوم الدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ان شاء الله ما خلق هي هتقرا سوره فصلت باذن الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عفوك ورضاك حسنك يا رب. لا بارك الله في جمال لا يعني مش عجز عن الشكر. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف. ده الصوره حلوه ولا مبيتها شويه؟ احط لها مكياج. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. ان شاء الله يعني قراءتها جميله وصوتها اجمل وربنا يحفظها من كل سوء. فضيله الشيخه ماما جازيه ربنا يصلح لها وبالها يا رب العالمين وكتر من امثالها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا جايه اتكاد جاب انا جبتها انت مش فاهمه انا بحبها تقراها عشان نسمعها من غير من يعني عشان تصحصح كمان. ربنا يجبر خاطرك يا حبيبتي يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اقرا القران. قال له اقرا عليك وعليك انزل يا رسول الله. قال اني احب ان اسمعه من غيري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرا من اول سوره النساء حتى اذا قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سبحانه وتعالى يعني يبكي اكمل كمل يبكي. ربنا يشفيك ويعافيك. انت لو بتنام ولا تاكل كويس لكن ربنا يديك الصحه ربنا يصلح لك وبال. فاذا عيناه تزرفان يعني بالدموع يعني القران جمال القران وحلاوه القران وكلام رب العالمين يعني سبحان الله. ربنا يعني القران يعني هو الجد وليس بالهزل والحكم وفيه الخبر كله فيه يعني. فضيلة الشيخة ماما جازي قالت هو نازل عشان الجنة والنار لكن نقعد نتكلم قصاد بعض أو نرفز بعض أو كده أو كده أو تخلونا لا. هو كلمتين اتنين الجنة والنار. اللي عاوز يعمل للجنة يعمل له واللي عاوز يعمل للنار يعمل له. يا نعيش حلوين يا نموت نبقى في الجنة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يثبتكم يا رب يثبتنا وإياكم. يعني القرآن لكن الأصول والحاجات دي اللي عاوز يتفقه أكتر ويتعلم أكتر لكن هو قال الله وقال الرسول دي اللي بيقول لي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات مالهم يا رب. خليها تتكلم يعني عاوزينك تتكلم عشان تفوقت صح صح وفيلم صح صح فيلم صح صح ربنا يجبر خاطرك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. اجمل ماما جازي بعد ام طبعا
يا مامتك مامتنا فوق راسنا، الله يرحمها ويحسن إليها ويحسن إلينا كلنا رب الدنيا والآخرة. اللهم صل انت ادعي لي من فضل ربنا يصلح لكم وبالكم يا رب العالمين، كل من سالنا ومن لم يسالنا يا رب العالمين. يعني الباس يعني نتعلم على قدر المستطاع، يعني نتعلم مسكت حاجه خليني فيها في ذكر الله والصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قمر منوره ست الكل، منوره يقول لك منوره ست الكل، الله ينور عليكم استرها وياكم يا رب ويصلح لكم حبيبتنا كلنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. حبيبتي اختي الاستاذه انتصام من وين؟ من ارض الله، ارض الله واسعه، من كايرو ايام ايجيبشن مساعدين في السعوديه، استغفر الله العظيم واتوب لك من كل الذنوب والخطايا. هو البس كوكتيل يعني، ممكن تلاقينا نتكلم في فرنسا وممكن اتكلم انجليزي كلمه حافظاها يعني، مش اساسيه يعني في الحاجات دي، استاتيكا ديناميكا احياء اموات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. يعني الاحياء اللي هو الاجهزه والحاجات، والاموات بقى نتكلم على الاموات بقى، انهضموا بقى، انهضم التراب كله، مصر ام الدنيا. مصريات طبعا. اللهم صل وسلم وساعدين في السعوديه اجمل دوله، واحب الى الدوله بتاعتنا بنحبها قوي. انا بحبك قوي، وانتوا طب انت ربنا يحبكم يا رب يبارك فيكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ربنا يصلح لكم وبالكم، يقول لك احنا بنحبك وربنا يطول في عمرك. ربنا بيحبنا جابنا السعوديه، ربنا يرضى عنا الحمد لله، مش بكتر مال ولا كتر فلوس ولا كتر حاجه، ولا اهم حاجه انت في السعوديه. انت سعوديه؟ في السعوديه، احنا قاعدين في السعوديه. بتكلم الاستاذه، حياكم الله حياكم الله بأرضنا. أكيد أكيد من السعودية. أيوة سعودية. ما بتقول أرضنا يعني، أرضنا هي أرضنا أرضكم يعني، الأرض أرض الله واسعة يعني، يعني الأرض لله سبحان الله، كلها أرض ربنا، كلنا يعني لله وحده لا شريك له. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، بس ربنا اختارنا بقى عشان بنحب السعودية. أنا جيت يا هلا يا هلا، عمال احاول عشان اعمل لك مشاركه، مش اسمك، حسيني اسمك او بعته لي على الماسنجر او الايمو عشان اعرف اعمل لك حاجات حلوه. يا حبيبتي ماما ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يصلح لك وبالك يا رب، يا رب يصلح لك الحال يا رب، يا رب اللهم امين يا رب. موجوده قول لي يحيى يا رب، يا استاذ يحيى يصلح لك وبالك يا رب، يا رب يا رب يحيى يا رب يصلح لك وبالك ويحيي قلبك بالايمان والقران والصلاه والسلام على الحبيب العدنان. في احلى من كده الدعوات الجميلات يعني؟ يحيى قلبك بالايمان والتقوى والخشيه لله والصبر، يعني اهم حاجه الصبر، ما تصبر على اللي قدامك ربنا يعطيك كل ما تتمناه وزياده. يا رب يصلح لك وبالك يا استاذ يحيى، اللهم صل وسلم، عمال ادعي لك كتير. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم صل وسلم. الاخت الاستاذه هاجر يعني قول ايه، اكتبي على الماسنجر يا ارحم الراحمين او ايه موزه عشان اعرف ابعت لك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول. يعني جيت اعمل لك مشاركه قبل ما ابدا البس، ما لقيتش اسمك على مع المتابعين او المشاركين، مش عارف يا حبيبتي يا ماما الاسم عائشه، ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يصلح لك يا استاذه عائشه ويرزقك زوجا صالحا يا رب، يسعدك في الدنيا والاخره، تقربي عينك ان شاء الله بس في الدنيا والاخره، يبقى زوج واحد لا تغيريه لا في الدنيا ولا في الاخره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا رب، اصلح لي العباد والبلاد. اللهم كل من سألنا ومن لم يسألنا فأعطيه اللهم ما سألته من صحة وعافية وسدر وستر في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. إن شاء الله فترة قصيرة وفضلتي شو هتقرأ سورة فصيلة، تقدر تقرأ حميم. اللهم صل وسلم اللي بالذرية الصالحة يا رب، اصلح لي العباد والبيت وارزق ذرية صالحة طيبة. شكرا، احنا اللي شكرا لحبيب لاستاذنا الفاضل استاذ يحيى، ربنا يجبر خاطركم. هي جت لوحديها،
اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رحيم، ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب. ادعي لهم يرزقهم بالذريه الصالحه الطيبه يا رب، ارزقهم يا رب بالذريه الصالحه، بدر الدين بالهدايه يصلح لك يا استاذ بدر الدين، يهديك للصلاه انت يعني بدر الدين، بدر المنو معنى كلمه بدر يعني القمر، والدين يعني اسم مركب جميل. ربنا يصلح لك وبالك ويهديك للايمان والتقوى والعمل الصالح والهدايه، يهديك للجنات ويهديك للاعمال الصالحه ويهديك للقران ويهديك للصلاه، الصلاه الركوع والسجود الفرائض تصلى في اوقاتها، واللي في الدراسه يهديك لدراستك ويوفقك لما والنجاح والتوفيق ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين، دعوات مستجابات، ربنا يصلح الحال يا رب وتقبل كل الدعوات ان شاء الله متقبله عند الله ومقبوله يا رب. اصلح حالكم وبالكم يا رب العالمين يا استاذنا الفاضل، اللهم صل وسلم وبارك. ادعي لي يا ماما، ادعي له استاذنا من السعوديه، هي اول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اول زوجه للرسول سيده، اللي خلفت السيده فاطمه وكله، اللي خلفت فاطمه وكله هي اول واحده كانت متجوزه، يعني كانت متجوزه قبل كده، كانت متجوزه قبل نوبتين وجوزت خلف منها سبعة. ايه شفت بقى اوليها اسمها ايه سيدة اربع بنات، السيدة ايه ام المؤمنين، ايه ام المؤمنين، ايه قوليها هم عاوزينك تنطقي، لا قوليها اسمها ايه، بنت خويلد اسمها ايه، سيدة خديجة، يا سيدة خديجة الاولين يا خليل، ما هي سيدة خديجة المصل، كانوا الناس أمر كل، كانوا أمر كل، أنا شوان النبي كلك أمر حبيبتي. سيدة خديجة رضوان الله عليها، السيدة خديجة بنت خويلد، أمنا أمهات المؤمنين، هي اللي هي اللي عملت أمالها بص في قرآن في الشاشة بس، وحاجتها كلها خليك تقرا براحتك القرآن، وامنيته على حال على غنمها وحاجتها كلها، يعني عارفه كل حاجه، بس كنا مش مركزه بقى عشان النوم عاوزه تنام، ولا من عارفه ربنا يديها صح عاوزه تنام، وانا فين النوم بعيد، اعمل عاوزه تاكل ولا تشرب ايه؟ طب عاوزه اعمل هول انا بكلمك عليها كله بسامع، يعني نعم خليها تتكلم، هي تتكلم الحمد لله، خليها كده اقوم اجيب لك اكلمك ده، اقوم اجيب لك حبايه وتاخدي حبايه سخنين، ربنا يصلح لها حالك يا استاذنا الفاضل ويبارك فيه. اللهم انتوا سوريين؟ لا احنا سعوديين، مصريين وسعوديين، مصريين سعوديين، يعني جنسيتين في وقت واحد. اللهم صل وسلم، من هن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات الرسول ايه، خلي وشك في الشاشة كده، شكرا. يلا قول لي سيدة سكينة وسيدة فاطمة، سيدة زينب، سيدة فاطمة زينب، ركزوا هي بنات الرسول في مصر، زينب، سيدة زينب وسيدة فاطمة، فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كلك حلوين، فاطمة وزينب ورقي أم كلثوم، السيدة أم كلثوم، كلثوم والسيدة رقي، إي أيتم إي به تهتها، طيب هذا جزاها أنها تحبكم، ولا بتقول مش فاهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثير. بقى كم واحدة بقى؟ السيدة فاطمة وسيدة زينب أم كلثوم ورقي أم كلثوم وسيدة، احنا عائلتهم أربعة وثلاث بنصب، أنتم من طنط؟ لا من المنوفية، هي طنطة جنب المنوفية. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول، ومن أبناء بيسألوك يا، يعني أنت قلت البنات، تقول الصبيان أبو القاسم، يا ما قول هم بيسألوك، هم عاوزينك تتكلمي، كل حاجة عارفين أحسن مني، شفت عارفين أحسن مني، أنت بت هم عاوزينك تتكلم. يا رب. عبد الله ابو القاسم وابراهيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.
انتوا عندك يعني العلم يعني حابين يتعلم من حضراتكم يا رب. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اتجوزت ما خلف شغل من اثنين، سيدة خديجة وسيدة سيدة مريم الأخرى، والتانية يعني قالت اللي جاب منها المزاح مش ولا بد سيدنا إبراهيم المزاح. قلت لك المزاج مش مزاجك النهارده مش رايق كده. هي بقول لها اجيب لك حبات سخنات، تقول لا ما تجيبيش. طب تاكلي لا تشربي لا، عشان القران ما بقراش غيره. ربنا يصلحها صح. الحاجات اللي بقولها لكم دي ويا هنا بنقول والله اعلم. سامعها من الشيوخ اللي كانوا بيدونا دروس في الجامع وخلاص وزعت القران الكريم. ويا القران بقى بتقول لك القصص، القران هو اللي بقراه. وتقول لكم القران تقول لك قصه ما شاء الله كامله من القران سبحان الله. تمسك الحس المحاضره تمسك لك كل. علمنا من وفاته، علمنا عن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفيها يا ماما. لا يعني وفاة الرسول لما مات فين ومن اللي حزن عليها أكتر؟ ما هي كم عمره؟ حزن عليها السيدة فاطمة وعيطت. وكان عمره قد إيه الرسول لما مات؟ 63 سنة. يعني ما كبرش. ما كبرش كان لسه لسه. وقالوا الأزرقين ملك الوين ربنا يخبط على الباب. ربنا يحفظك يا أستاذنا. شوف مين على الباب يا فاطمة. فتحت خافت ارتعبت. قالت لي يابا واحد بشعور واسنانه كذا وشكله كذا وظوافره كذا. قال لها افتحي له يا فاطمه ده اللي بيفرق ربنا يبارك فيك يا ابو نعيم المدينه المنوره. بيفرق الاحباب افتحي له. قال لك شاطره يا ماما. افتحي له. فتح له قال له انا اللي رسول الله خفت منه. قال له انت قابض ولا زاير؟ اجيب لك. قال له قابض. اجيب لك حبايب خلي وشك قابض. جاي قابض ولا زاهر؟ قال له قابض. قال له طب استنى اما صلي ركعتين بالله وبقبض. قال له ربنا قال لي عايز يعيش 100 سنه 200 سنه سيبه نسيبه عاي. دلوقتي عمره هو كده بقى 63 سنه. قال له يعني كده كده ميت؟ لا اعمل خد دلوقتي بس اوصيك وصيه واحده. اوصيك ما تجيش لاماتي ظاهر. ما تجيش لاماتي ظاهر احسن انا يا اللي رسول الله خفت منك خفت وجسمي اشعر منك. بقى يجي بقى للناس بقى خيفه بقى ما حدش يشوفه خالص. يخش من الشباك يخش من تحت الباب يخش من الباب ما حدش يشوفه. ويقبض اللي عايزه ويطلع يجري ويطير. يلا الحمد لله ربنا يسترها وياكم يا رب ويصلح لكم حالكم ويهدي لكم وقتكم ويبارك لكم كلكم يا رب ويسترها وياكم وتنجيكم من كل شر ومن النار والعار وغزرات الزمان. يا رب تكفوكوا شر النار والعار وغزرات الزمان يا رب. كلكم يا رب انتوا ولادي وكل من كان يا رب. والمسيحيين يسلموا كلهم ويرجعوا لربنا عشان يروحوا الجنة. عشان يروحوا الجنة ويبقوا حلوين. بدل ما بيقولوا لهم هاتوا حبة مية من عندكم يقولوا لهم إن الله حرمها عن على الكافرين. يعني بيطلبوا من اللي في الجنة حاجة ياكلوها ولا حاجة يشربوها. قالوا إن الله حرمها على الكافرين المجرمين اللي عصوا ربنا كله عصوا ربنا. وربنا يهدي كل من كان. هو الهادي يا رب. عاوزينك تتكلم. ربنا يستر وياكم. تفضل يا رب. تفضل. معلش قمت بقى. تفضلوا.
سطحت لها الحاجه اللبن قبل ما نعم مش نسيت انا اتفضل كل ما اقول لها حاجه تقول لا قلت لك اتفضل قلب نظيف يا ماما قلبك نظيف يا ماما يا رب انظف بس انضف من نظافه قلت لكم اتفضل انا استاذن زوجته في بيت عائشه رضي الله تقول لك لما مات فانا على حجر مين سيدة عائشة يعني هي بتجوب والباب بتاعها وهو مدفون هناك في المدينة في بيت في الحجر ربنا يجبر خاطرك يا أستاذنا الفاضل اصلح لك وبال يا رب يا رب اصلح لك وبالك يا رب العالمين فيها قلبها أبيض أبيض من البياض أبيض من الحليب تشرب حليب تفضل بزوجة صالح اصلح لك وبالك يا رب تكر بعين ربنا يكرمك ويبارك فيك يا استاذنا الفاضل اصلح حالك وبال اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله دي بزوجة بارك الله فيك وش جنبه ابو بكر قال مدفون بتقول لك مدفون فيه مدفون من جنبه من ومين ده مدفون اليمين ابو بكر والشمال سيدنا عمر حوصه الثلاث تبقى فرق بعض كده ثلاث كلهم فرق بعضهم الثلاث هو اللي طلب ان كانوا بيستأذنوا السيدة عائشة عشان يدفنوا فريق يعني هي ما مش شايفة الشاشة مكتوب عليها آية زيادة عن القرآن تقرأ وخلاص ولا كلمة من اللي بتبعته يعني عينها ربنا عينها يعني القرآن وخلاص هي سبحان الله يعني هذا اللي انا والشيف تقول لكم اتفضلوا اتفضلوا انتم مسألين عنه خلي وشك باين في الشاشة عشان قلت لها حباية سخونية يا ربنا يشفيه وعافاه ويشفي جميع المرضى يا رب العالمين عايزين نشوفك كده على طول يقول لك المزاج النهارده مش حلو اضحك كده وبرواق الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله اللهم لك الحمد ولك الشكر انت ما اكلت اللحمه لقيت حد حته اللحمه لا ما اكلتش ما اكلتش من حد علشان شو اعمل لك غير حته ربي يثبت على الصراط يا ماما يا رب زي ما ان شاء الله ربنا مربيه تم مربيه بالصلاة على النبي يعني ربنا عامل لها الخير وربنا وراني اللبس بتاع الجنه واكلني من الجنه ونعم الجنه جاي له يا خير كله شفته كله وروله وشايفه بابا يعني حور العين خدوه وتقول ويسقف حالك بيعمل كده هو حلوه خالص شافت يعني ما يتلها 8 ولا 10 8 صح 8 وربنا بقى يبارك في العشر يطول عمرهم ويحفظهم لاولادهم ويبارك فيه اخوات يا رب يا رب اصلح لي العباد والبلاد اللهم صل وسلم يعني صبرت ربنا اعطاها صبر وقوه وربنا يبارك فيه يا رب ما شاء الله يعني شفت بابا عامل ازاي الحلويات عينها خضرة وشعر اصفر بس شعر ابيض بقى ما الشيبه بقى زي الشيبه يعني بيقول احترام زي الشيبه يعني الواحد اما يكبر لازم امارات تنتقل لامر ربنا يبارك فيك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يعني ما هو بيضحك وماسك ايده وبيموت يعني سبحان الله وعمال يبص لك ده وضحك يعني ابتسم وسبحان الله يعني موديها عشان يخلع سنها ما يرجعش بيت اساسه يعني ما بقتش متوقعة دي ولا مصدقة اصلا يلا قدر الله ما شاء فعل الحمد بقيت اقول عملوا له في عملوا في المستشفى منهم لله عملوا فيه انت ما كانش عيان اقول ايه زي اللي دخل واحد كان رايح يجبس رجله طلع ميت طب رجله عملوا له ايه مش عارفين ايه فايدة الورد الله يرزق فايدة الورد ربنا يرزق الجميع اصلح حالك وبالك يا استاذ شكل مش عارفين ايه فايدة الورد الله يرزق ربنا يرزقنا الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة واسترها معاكم يا رب اصلح حالك وبالك يا رب العالمين خلاص دي هي يومه يا ست بط الله يرحمه يومه الساعة بقى الساعة واللحظة سبحان الله
لا انا مش زعلانه، هو ايه اللي اوعي تلبسي اسود؟ اوعي تزعلي، ابوك عارف ربني. اقول لك ده ابوك عارف ربني، اوعي تلبسي اسود ولا تزعلي. قلت له بس موت وانا هفرح. اما مات بقت عيط، اقول لان بيضحكنا يعني، يقول يعني سبحان الله قعدته كلها يعني نكت وفريش كده يعني ما شاء الله. الكبير والصغير يبوس ايده ورجله قدمه، ازيك يا جدو، يعمل ايه تيتا، عامله ايه تيتا، عامله ايه جدو. يعني ما جيت وهم كانوا لسه ما جوش، يقوم يبوس التليفون وتعالي تعالي خدين، انزلي تعالي خدين من التليفون. قلت له ربنا يسهله، انتوا اللي هتيجوا ان شاء الله، ويا رب هاتهم ويموتوا ناوي يا رب. ابقى مطمنه عليه، ابقى مطمنه، لان هم روحي وحياتي كلها. عارفه ايه حياتي كلها؟ يعني الدنيا والاخره. اقول يا رب هاتهم يموتوا في السعوديه، لان يعني السنه اللي انا قعدوا من غير يعني سبحان الله. بقيت ابكي بدا يعني ليل ونهار ما بنامش، عشان هو امسك القران. الاستاذ يقول لي طب اقرا هيجوا. قلت له انا عاوزهم اغمض عيني وافتح عيني، قلت ايه هم قدامنا. وسبحان الله ربنا اللي يعني قادر على كل شيء، وهو يا رب طلبها بابا، قال ان شاء الله هنروح عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجوزك احسن جوزه هناك، وخلي بالك من ماما، خلي بالك من امك. تقول ما غصاش الصبيان، خمس صبيان. سبحان الله، يعني الصبر يعني كلنا يعني هنموت وهنلتقي، بس الواحد بيزعل اللي ما عملش اكتر واكتر وعمل للخير اكتر واكتر، سواء والدك والدتك اخوك ابوك غريب قريب، يعني الواحد يعمل الخير على قد ما يقدر. يعني بيقول الصحة، زكاة الصحة تخدم الناس، اعمل للناس غريب قريب، اعمل للناس. مش لكن هم وابويا دول تحت، يعني انا تحت قدمهم، هم فوق راسي، مش هقول بعمل لهم اخليهم، لا ربنا اللي عمل لهم كل شيء، لانه تعبوا واكلونا الحلال في الحلال، الحلال الخالص المصفى، يعني قلبنا صافي، قلبنا طاهر، قلبنا ابيض، ما بنشيلش ولا غل ولا حقد ولا حسد، فيه ذكر الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كلك حافظين القرآن، كلنا حافظين القرآن، واللي حاجات يعني الحاجات اللي بتقول عليها يعني الموالد والحاجات دي ليس لنا فيها شيء، مالناش دعوه بالحاجات دي. كان زمان بيعملوا وبيروح الموالد، لكن احنا ولا بنطلع من الباب اصلا، احنا لو خرجنا عمره. ايام امهاتنا وجداتنا ايام التقاليد والعادات السيئه، لكن احنا لكن انا بقول اذكر الله ونصلي على رسول الله. يجي عاشورة يضغطوا بط ووز وحاجات وكسكس والحاجات الحلوة الكسكس، عارفين الكسكس بقى، انا بحب الكسكس بعمله، عملته كم مرة هنا في السعودية، وسبعة وشر الرقاب وكله يعني على طول اعمل كسكس، وحتى بحب اعمله واللحم بقى حاجات حلوة. انما هيني ما الايام دي طالعين بقى كل وقت بقى طبيخ ولحمة ووش، كل يوم اكلة، كل يوم شاكلة، مصر كلها جميلة. اقول لهم ده النهارده موسم يا اولاد، يقولوا موسم ايه؟ كل يوم موسم، كل يوم موسم. ماما تقول له لاخويا في التليفون النهارده موسم، يقول لها موسم ايه؟ كل يوم موسم، ما احنا واكلين رز معمر واكلين وفي البلد. كنت اقول لهم كده في البلد ما حدش يعرفوا بقى، ما بيعرفوش المواسم ولا يعرفوا حاجه، يعني سبحان الله. لكن بتوع زمان عارفين بقى، ربنا يكبر خاطرك يا حبيبي ونجحك وتجيب امتياز وتخش كل اللي انت عاوزاه يا رب، اصلح لكم بال. أنا بسمنوا المواسم تيجي عشان ياكلوا الرأي والبط الرأي المغرى بقى باللحمة والوز وما أدرك من الوز بقى، مصر يعني الكسكوس. أنا جيت هنا رحت جبت من اللي هي حلة الكسكوس دي، حلة كبير، وجبت وعملت الكسكوس وفرحة وبعمل، وكنت عاملة كتير وحطيته في الفريز وبجر منه، بس بقى احنا اتنين ولا تلاتة هناكل بقى، بعمل على يحفظ أهل ما. ربنا يحفظكم من كل سوء يا أستاذنا الفاضي وبارك الله فيه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، سلم لي على الحق الأمر، سلم عليك يسلم بنستر هوية. جبت لي حبة سخونية بقى هدت الحمد لله، هي ما هي بتعمل على صدرها يعني الكتمة. أجيب لك بخار، تاخد البخار، ربنا يكبر خاطرك، تروح الأوضة البخار الكهربي ولا تاخدي العادية وانت أنا خدت أنا وقتين دي ما بقتش دي ماشي، ممكن بقى نعمل لك بتاعة ال ماشي ما بين الفضي، أعمل لك التانية بتاعة الكهرباء، تاخد البخار بس مش دلوقتي بقى، ربنا يشفيها وعافيها.
سلمي لي على الحاجة القمر دي. يسلم بنصرها وياكم يا رب في حالكم. يا رب يكبر خاطركم يا رب. ونجيكم. يا رب شوف الدعوات مستجابات. ونجيكم يا رب من كل شر. يا رب اللهم امين يا رب العالمين. ويصلح حالكم وبالكم، واللي عايز يتجوز يتجوز ويفرح يا رب. يا رب ولا ويدعي لهم. واللي عايز عيال يديله يا رب بالصورة. يا رب يا رب احفظ ويحفظ البلاد والعباد، ارض مصر واهلها، ربنا حافظها ولا حافظها نفسنا، يحفظ العباد والبلاد ويسترهم ويسترنا في الدنيا والاخره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا ربنا يا رحيم، ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. تقدر بقى تقري شويه ولا شويه لسه؟ يعني طب استنى هغير الشاشه. يا رب بس اعدل وشك عشان هقفل الشاشة. حبيبتنا ست الكل ماما، ربنا يكبر خاطرها يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك يا ارحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. ان شاء الله فترة قصيرة ونعود. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. فاصل ونواصل، احنا قاعدين في التلفزيون ولا ايه؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. سخني يا ماما، ربنا يشفيك وعافيك حبيبتي، ربنا يديك الصحه وبارك فيك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. هي ما انا ميت شو، انا قلت لها خش نامي، مش عارفه تنام. ربنا يفتك عنها ويديها الصحه وبارك فيك يا رب. احفظك يا استاذنا الفاضل، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا يا ارحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. فتره قصيره ونعود ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل الله وسلم وبارك عليك يا حبيبي، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.